اخواني بالله السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله هو فيديو انبوكسنج لثلاثة علب وصناديق جاوني من موقع بانجود، مش نحسن بهم ان شاء الله جودة الفيديو والصوت في قناة فكرة ديكور، لذلك مش نشاركهم معكم مش نوريهم لكم. ممكن لمن يهمه يعني تحسين عمل القناة ان شاء الله، او لمن يهمه العمل في اليوتيوب او في التصوير او غيره، الاجهزة هذه بتساعده ان شاء الله في العمل نتاعه وتحسن له جودة والمردود. إذا كان فما شكون بيعجبوا حاجة من هذه المنتوجات يقدر يقوم بالمرور إليها إلى موقع بانجود عن طريق الروابط اللي نخليهم لكم في علبة الوصف أسفل الفيديو، وكذلك من بعد ما يضغط على الرابط ويمر إلى الموقع يقدر كذلك يأخذ من علبة الوصف الكوبون، يقوم بعملية النسخ ويقوم بتحويله إلى الموقع كذلك حتى يحصل على تخفيض لأنه قام بالشراء عن طريق قناة فكرة. أنا دائما عندما نقوم بعملية فتح للعلب اللي تجيني من بانجود هدية دائما نوريها لكم بصراحة وشفافية تامة، يعني ما نحب حتى واحد يغضب يقول هذه حاجة أنا لا تهمني. إذا كانت همك الموضوع تقدر تتفرج، ما يهمكش تقدر ما تتفرجش. بارك الله فيكم ونبدأ عملية الفتح حتى ما نطولوش الفيديو. أول علبة عندنا كما تشوفوا هي العلبة هذه، العلبة هذه فيها عدسة للكاميرا. الكاميرا اللي انا نقوم بالتصوير الفيديوهات بها في اخر او يعني في الفتره الاخيره هي كاميرا من نوع كانون، كما تشوفوا هذا هو الغطاء تاع العدسه الكاميرا. الكاميرا هذه تجي معاها كما تعرفوا العدسه اللي فيها، العدسه هذه الفتح نتاع الصوره نتاعها كبير شويه وهي تعمل فوكس اوتوماتيكي اللي هو الاوتو فوكس. لكن المشكله اني انا في بعض الاعمال نحب دائما تكون الصوره اقرب وتكون واضحه اكثر بالمكان اللي انا نشتغل فيه، هذا صعب ياسر اني نتحصل عليه بواسطه العدسه العاديه اللي تجي مع الكاميرا. كذلك حاجة ثانية هي عدسة لا تستطيع التصوير الجيد في إذا كان الإضاءة قليلة، وأنا كما تعرفوا كثير من الأماكن اللي نصور فيهم أماكن عمل مثلا ما يظهرش، ما نقدرش نعمل فيهم إضاءة من عندي، لذلك تكون الصورة غير جيدة. العلبة هذه اللي جاتنا من موقع بانجود اللي هي نسخة للكاميرا للعدسة كانون 50 اللي هي سعرها غالي شوية، لذلك عندنا عدسة مثلها بالضبط اللي هي العدسة يونغ نو ديجيتال اللي هي صينية واللي جاتني من الصين. كما تشوفوا العدسة هذه مش تعطيني ومش تحلي المشاكل اللي قلتهم لكم مع العدسة الموجودة في الكاميرا منذ الشراء. العدسة هذه فيها اثنين ألوان، الأبيض والأسود، اللي يحب يشتري يقدر يختار اللون اللي يحب عليه، الكتاب الخاص بها وغيره. ولهنا نلقاو العدسة نتاعنا، هذه هي العدسة لهنا فيها القرص هذا اللي بيشغل إما الفوكس اليدوي أو الفوكس الأوتوماتيكي، وهذه هي يعني كما تشوفوا جودتها جيدة لأنها فما عدسة أخرى مثلها نفس الشيء يونغ نو، لكن واحد الواحد هذه من هنا الجزء هذا فيها بلاستيكي، لذلك ناخذ دائما العدسة الثانية اللي يعني الإنتاج الثاني الجديد اللي فيه العدسة من الوراء كما تشوفوا من ستانلس ستيل، شفتوها هذه أقوى وهذه يعني تركيبها أحسن. هذه العدسة نتاعنا لهنا كما تشوفوا العين كبيرة فيها أكبر بكثير من العين الموجودة في العدسة اللي جات مع الكاميرا من المصنع، وهذه تقدر تشتغل حتى ولو الإضاءة ضعيفة شوية، هي تاخذ يعني قوية لا ما يقلقهاش الإضاءة الضعيفة لأنها تشوف أحسن من العدسة الثانية. أنا مانيش مختص في المواضيع هذه نتاع الكاميروات والتصوير، لكن حسب التجربة اللي جربتها بهذه وبالعدسة الموجودة هذه أحسن منها بكثير. الآن شنو نعملو؟ مش نركب العدسة هذه مكان العدسة القديمة ومش تتغير الصورة، تشوفوا الفرق ما بيناتهم ونكملوا الفيديو ونصوروه بالعدسة الجديدة هذه. لهنا اخواني كما تشوفوا التصويره تغيرت، العدسه بتكبر اكثر الصوره وتوضحها احسن، ظهر لي واضح الشيء هذا. وهذه هي العدسه اللي جات من المصنع كما قلت لكم اللي راكبه كانت في الكاميرا اللي هي كانون لهنا كما تشوفوا، ظهر لي الفرق واضح. اذا كان تحبوا تاخذوا العدسه هذه كما قلت لكم تقدروا تشتروها، جودتها رائعه وسعرها ماهوش غالي يعني كثير. هذه لموضوع العدسه. الهديه الثانيه هي الشركه هذه موجوده حتى في الدول الاوروبيه، يعني موجوده في البيع في المحلات في الدول الاوروبيه بدون ان تشتريها من الصين، يعني الشركه موجوده اللي هي بويا. كما تعرفوا الصوت دائما مشكله في تصوير الفيديوهات، اذا كان تشتغل بالاوتو فوكس العدسه لما بتعمل فوكس بتعمل صوت وهي تسجل عن طريق ميكروفون الكاميرا اللي هو قريب للعدسه، لذلك الصوت هذا دائما بيتسجل في الفيديو، وظهر لي لاحظتوه في بعض الفيديوهات السابقه القديمه شويه. وكذلك اذا كان تبعد عن الكاميرا كثير يصير فما تشويش في الصوت، لذلك الناس الكل بتستعمل في العاده وحده الميكروفون اللي بيشتغل بالكابل، يعني بيركب الكابل في الكاميرا ويكون طوله 2 3 4 متر ويتعلق الجزء الثاني منه
في يعني على الشخص اللي بيسجل ويصير يمرر العمل الصوت نتاعو للكاميرا طوالي. لكن المشكله اخواني علاش ما خفش انا الكابل هذايا؟ لاني انا شغلي دائما فيه حركه، اذا كان مش نقعد نشتغل ودائما الكابل معلق ومربوط بالكاميرا ما نقدرش نشتغل، ماهوش مريح. لذلك اخترت اني ناخذ الاجهزه هذه اللي هي بتشتغل بنظام لاسلكي لتمرير الصوت وتسجيله. نفتحوا الجهاز هذايا. الجهاز جينا في صندوق هكذا جميل وجيد. نفتح الصندوق ونشوفوا مع بعضنا علاش الجهاز بيحصل. انا فتحته الان رجعته. الجهاز يجي معه الجزء الاول، الجزء الاول اللي هو هذا اللي هو قابل الصوت اللي هو بياخذ الصوت من الجزء الثاني. الجزء الاول اللي هو هذا فيه مكان للتعليق على الكاميرا، اذا كان مكان يعني في مكان اذا كانت تحب تسجل في مكان غير الكاميرا، وفيه مكان اللي بيركب فيه التعليق هذايا لتعليقه على الكاميرا. انا الان الكاميرا نستعمل فيها ما نقدرش نعلق عليها، ما نقدرش نصور لكم، لذلك نقدر نوريكم على كاميرا اخرى. مثلا كيما لهنا الكاميرا فيها الوحده هذه، الوحده هذه طوالي المكان هذايا بيركب فيها هكذا ويقوم بالتثبيت وخلاص يصير مثبت على الكاميرا ويصير يصور اموره واضحه كما تشوفوا لهنا، يعني ياخذ الصوت ومنه هو. الان بوريكم الكابل بيركب في الكاميرا طوالي. به من بعد شنو يجينا مع الجهاز هذايا؟ يجينا معاه الوحده الثانيه اللي تتعلق عندك انت مثلا في على يعني الجين تبعك او على اغراضك، او انا نعلقه دائما على الحزام. يجيو معاه كذلك كابلوهات التركيب، الكابلوهات اللي تشوفها هذه، هذا كذلك يجي معها اللي هو وحدة الميكروفون اللي قلت لكم اللي هو بالسلك. لكن الميكروفون العادي السلك هذايا بيركب طوالي في الكاميرا، تولي دائما مربوط، لازمك تكون قريب من الكاميرا باش تصور. توا مش يركب هو في الجهاز هذايا، في الجهاز الاول اللي هو نسميه احنا الترانسميتر، ومن بعد منه هو يصير بيروح الى الريسيفر عن طريق لاسلكي، يعني ما تحتاج يكون دائما تقدر تبعد عن الكاميرا ما يقارب 15 متر والصوت يكون واضح وجودته جيده بدون ان تكون عندك حاجه رابطتك بالكاميرا من الكابروهات. اثنين انتينات، الانتين الاول بيركب هنا في الجزء الاول اللي هو الريسيفر، تقدروا هكذا تقدروا تدوروا هكذا يعني الانتين بيدور، والجزء الثاني لهنا يركب فيه الكابل هذا اللي يمر الى الكاميرا. خلاص في كل كاميرا تلقاو فيها من الجانب او من وراء، انا ما نقدرش نوريكم على الكاميرا اللي انا تصور اللي هي كانون اللي اني نصور بها. الجزء الثاني اللي هو هذا جاي من الريسيفر يدخل في مكان الاوديو. خلاص ركبت، الان صارت الكاميرا تسجل عن طريق الجهاز هذا وليس عن طريق الميكروفون الموجود فيها الانتجري. الجزء الثاني نفس العمليه، هنا كما تشوفوا انا صامونه للكبس حتى ما يتشلعش من مكانه. خلاص امورنا واضحه. توا الجزء هذا بيتعلق على التيشيرت تبعنا او على المايكا او غيره، وهذا بيتعلق على الحزام. نولي لما نتكلم هو فقط بيوصل الميكروفون لهنا الكلام للترانسميتر، والترانسميتر بيرسله الى الريسيفر، والريسيفر بيطبعه يمده الى الكاميرا. هذو يشتغلوا بالبطاريات، اثنين بطاريات لهنا اثنين لهنا، هذا مكان اثنين بطاريات الاولى وهذا مكان الاثنين بطاريات الثانية. انا الحقيقة اشتريت من عندي، ما يجيوش معاهم هما، اشتريتهم من عندي البطاريات هذو اللي قابلين للشحن ليون، واشتريت لهم كذلك شاحن باش كل 4-5 ايام اسبوع نخليهم في الشحن ونعاود نستعملهم باش ما نقعدش كل مره نشتري في بطاريه. لهنا هما مشحونين عندي. نقوم بتشغيل الجهاز الاول اللي هو هذا، ومن بعد نشغل الجزء الثاني اللي هو الترانسميتر اللي هو مش يكون دائما معايا. كيما تشوفوا اشتغل، ولهنا بيكتب لي فيه 12 قناه. لماذا يتغيروا؟ عن طريق القرص الموجود لهنا. تضغط لهنا عندي رقم 6، نقدر نضغط صار رقم 7، رقم 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6. علاش القنوات هذه؟ لأنه فما بعض القنوات اللي تلقاها مثلا في المكان اللي أنت تصور فيه مستغلة من طرف ناس أخرى، مثلا التاكسي هذا اللي بيشتغل باللاسلكي،
او الشرطه او غيره، لذلك يكون فيها تشويش. لقيت تشويش فيها تضغط تحول قناه اخرى باش ما توقفش وتنتظر. الوحده هذه اللي جات معها هي وحده الكارت اللي قلت لكم عليها، اللي تقدروا تضيفوا بها اصوات اخرى في التسجيل نتاعكم، وتقدروا كذلك تقوموا بتعلية وتنقيس الصوت، تقدروا تضيفوا اغنيه او حاجه الى التسجيل اللي انتم تقوموا به. يعني فيها كثير من المميزات، لكن انا الحقيقه ما نشتغلش بها لاني ما عنديش يعني لها حاجه. الحاجة المهمة عندي هي ايد التعليق الجهاز هذايا اللي هي هذه، واللي شفتوها يعني معلق الجهاز عندي على المكتب في الفترة الأخيرة. الايد هذه حتى يتم تعديل تعليق الميكروفون حتى يكون أحسن، تتعلق بالطريقة هذه. الناحية هذه اللي تشوفوا فيها يركب فيها كذلك الوحدة هذه هكذا من الناحية الثانية هكذا، وتتضغط بواسطة الصامونة هذه، ومن هنا بتتفتح وتتعلق في مكتب او في غيره يعني بالطريقة اللي مش تشوفوها. ونقوم بتدخيلها هكذا للمكتب ونقوم بضغطها من تحت. من بعد ما ضغطتها ندور الايد للمكان اللي حاجتي به اذا كان انا قاعد لهنا، ونجي لي المكان الثاني. المكان الثاني اللي هو هذا كما تشوفوا فيه اثنين حديد بتتعلق عليهم الوحدة الثانية اللي تجي معاهم في الصندوق كذلك اللي هي هذه. خلاص ثبتناها، نفتحوها لهنا كذلك فيها صامونة ثانية، وناخذ كذلك القطعة اللي بعدها اللي هي هذه. القطعة هذه اللي هي يتعلق فيها الميكروفون، واللي هي معمولة بذكاء رائع جدا. شوفوا لهنا شفتوها، ليسوا ماسكين مع بعض الهيكل الأول لتعليق الميكروفون والثاني، بيناتهم الوحدات الأستيك هذه باش عندما يتحرك الميكروفون في وسطها ما يعملش ضجيج، فهمتوني، ما يحدث ضجيج عند التصوير. روها هكذا تدور بكلها سهلة في التدوير. الميكروفون كذلك جاني بالطريقة هذه، بيدخل في المكان هذا اللي وريته لكم. الآن بوريه لكم في الأول، وهذا هو شكله وهذا هو اسمه. الآن نقدر نقوم بالعمل بواسطة الجهاز هذايا، إذا كان نحب مثلا هكذا أقرب، إذا كان نحب أبعد، نحب نمشي لمكان ثاني نقدر نسحب هكذا، نحب نبعده وندوره باش ما يقلقنيش مثلا في العمل، نفتح شوية الصامونة هذه هذه مثلا وندوره هكذا باش ما يقلقنيش. الامتداد متاعه ما يقارب الواحد متر في الارتفاع وكذلك في الاعطاء للامام، وبيمسك لانه فيه وحدات اللوالب هذه اللي تمسكه في اي وضعية. هذه هي اخواني الادوات والاجهزة اللي جاتني والهدايا من موقع بانجود اللي هم وفروها لي حتى يكون جودة التصوير وجودة الصوت عندي في القناة رائعة واحسن مما هو قبل، حتى تتحسن القناة احسن. مشكورين. الناس اللي تحب تاخذ من الاجهزة هذه كما قلت لكم تلقاو كل جهاز مكتوب رابط الشراء فيه، تتحول تضغط عليه تتحول الى الموقع، وكذلك تلقى هناك في الموقع تلقى السعر بالبلد اللي انت فيه. لو تحب تشتري تقدر تشتري وتاخذ معاك كذلك من علبة الوصف الكوبون اللي هو بيعمل لك تخفيض لانك اشتريت عن طريق الروابط الموجودة عندنا في علبة الوصف. بارك الله فيكم، ان شاء الله الاجهزة هذه تعجبكم. صحيح فما مين يحتاج اجهزة هكا، فما من ما يحتاجش من الناس المتابعة على القناة، لكن انا كما قلت لكم يعني سباب مع علي دين، جاتني الهدية ووريتها لكم. من يحتاجها يقدر من لا يحتاجها يقدر ياخذ فكرة وخلاص. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، والى اللقاء.